بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء في المرحلة الثانية من قسم هندسة الاتصالات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم حول موضوع الفيكتور أناليسيس. كل الكميات الفيزيائية التي نتعامل معها كالضغط ودرجة الحرارة، الطول، العرض، المساحة، تحتاج فقط إلى قيمة معينة للتعبير عنها. لكن في دراستنا لمادة المجالات الكهرومغناطيسية فإننا نتعامل مع مجال كهربائي ومجال مغناطيسي، وهذا يحتاج ليس إلى قيمة فقط إنما قيمة ومتجه، وهذا ما نسميه بالفكتر، على عكس الحالة الأولى اللي نسميها سكالر. فهنا نعبر عن المجال الكهربائي بأنه كمية متجه، وعن المجال المغناطيسي بأنه أيضا كمية متجه. فمثلا نقول إن المجال الكهربائي قيمته 20 فولت على متر أي إكس، أو المجال المغناطيسي 20 أمبير على متر أي واي، وهكذا. إذن نحتاج الفيكتر بصورة عامة حتى نميز الكميات اللي هي فيكتر عن الكميات الأخرى اللي هي سكالر من خلال التعامل مع الفيكتر. الفيكتر بصورة عامة يتكون من مجموعة من الكومبوننت. فمثلا هنا الفيكتور اي يتكون من 3 كومبوننت، احدهما باتجاه الاي اكس، واحدهما الثانية باتجاه الاي واي، والثالثة باتجاه الاي زد. الكومبوننت باتجاه الاي اكس هي اي كابيتال اكس، والكومبوننت باتجاه الواي هي اي كابيتال واي، والكومبوننت باتجاه الزد هي اي زد. وعلينا، وهذا طبعا بالنسبة للكارتيزيان، وعندنا 3 أنواع من الكوردينيس سندرسها لاحقا، هي سلندريكال وسفيريكال كوردينيس، وأيضا تتكون من 3 كومبوننت لكل منهم. نأتي إلى اليونت فيكتر. اليونت فيكتر هو حاصل قسمة الفيكتر على الأبسولوت فاليو للفيكتر. فمثلا اليونت فيكتر لـ A هو الفيكتر A على الأبسولوت فاليو لـ A. فنأتي هنا كيف نستخلص الابسولوت فاليو للفيكتور اي. فمثلا الفيكتور اي يتكون من 3 كومبوننت، احدهما باتجاه الاكس، والثاني باتجاه الواي، والثالثة باتجاه الزد. فقيمة الابسولوت فاليو لهذا الفيكتور اي تساوي تحت الجذر اي اكس تربيع زائدا اي واي تربيع زائدا اي زد تربيع. العمليات الرياضية الأخرى اللي نسميها فيكتور الجبرا. فمثلا عندنا 2 فيكتورز A و B، حاصل جمعهم وحاصل طرحهم هو عملية حاصل جمع أو طرح. الكومبوننت باتجاه الإكس سويا زائدا الكومبوننت باتجاه الواي سويا زائدا الكومبوننت باتجاه الزد سويا. وعليه فمثلا إذا كان عندنا الفيكتور A هو AX باتجاه الX زائد AY باتجاه الY زائد AZ باتجاه الZ، والفكتر الثاني هو B الذي يتكون من BX باتجاه الX زائد BY باتجاه الY زائد BZ باتجاه الZ. فعملية الجمع والطرح ما بين الفكترين هي حاصل جمع AX زائد أو ناقص BX لكليهما باتجاه الX زائد AY زائد أو ناقص BY باتجاه الـ AY زائد AZ زائد ناقص BZ وكلاهما باتجاه الـ AZ. العملية الرياضية الثانية عملية التوزيع، كأن عندنا A زائد داخل القوس الفكتر B زائد C، ممكن أنه نقول داخل القوس A زائد B زائد C. عملية الظرفية فاكتور معين كان يكون K ضرب A زائد B داخل قوس يساوي لي K مضروبة بA زائد K B، وهكذا. العملية الإبدالية كان نقول المتجه A زائد B يساوي المتجه B زائد المتجه A. إذا نصل إلى عملية الضرب ما بين متجهين A و B،
عملية الضرب بين المتجهات تختلف تماما عما متعارف عليه في عمليات الضرب الاعتيادي. فمثلا لو كان عندنا متجهين أحدهما A والثاني B، فنقول AB كوساين ثيتا، وبالتالي كوساين ثيتا للزاوية ثيتا اللي هي بين الفكتور A والفكتور B. من نأتي إلى نضربهما، نقول A دوت B ونسمي النقطة بالدوت، A دوت B يساوي AX BX زائد AY BY زائد AZ BZ، على أن الكومبوننت مال الـ A سمت بـ XYZ والكومبوننت of B is XYZ. وهناك ضرب آخر اللي هو الكروس برودكت. الدوت برودكت، إذا نلاحظ أنه حاصل ضرب AX دوت AX يساوي AY دوت AY ويساوي AZ دوت AZ ويساوي 1، because the cosine theta and dot product is unity when the angle is 0، لأنهما معناه أنه كلاهما في محور الاكس او كلاهما في محور الواي او كلاهما في محور الزيت، وبالتالي الزاوية بينهما تساوي صفر، اي انهما متوازيين او على نفس المحور. لكن عندما تكون الزاوية 90 فكوساين 90 is 0، وبالتالي يكون حاصل الضرب يساوي هنا يساوي صفر. اذن A dot B العلاقة تساوي AX BX زائد AY BY زائد AZ BZ. الضرب الثاني هو كروس برودكت، يصير A ضرب B كروس يساوي AB ساين ثيتا، كل هذا ملتبلاي بالـ AN. طبعا الـ AN هنا يمثل النورمال، يمثل نورمال فيكتور. فنحتاج انه الـ A كروس B العلاقة مالتها تساوي ناقص B كروس A، إذن نحتاج الإشارة ناقص إذا عكسنا الضرب ما بين المتجهات. عملية الكروس برودكت ما بين الـ A والـ B هي عملية كأنه مصفوفة. فالصف الأول نخلي متجهات AX AY AZ، والصف الثاني هي الكومبوننت مال A اللي هي AX AY AZ، الصف الثالث هي الكومبوننت مال البي اللي هي بي اكس بي واي بي زي. من نجي نضربهم كأنه نقول اي واي بي زيت ناقصا اي زيت بي واي، هذا كلها مضروبة بالاي اكس. بعدين نجي زائدا اي زيت بي اكس ناقصا اي اكس بي واي، كلها مضروب بالاي واي، زائدا اي اكس بي واي ناقصا اي واي بي اكس كله مضروب بالاي زد. عملية حل مصفوفة اعتيادية. راح ناخذ مثال على هذا الموضوع، مثال بسيط على الدوت برودكت والكروس برودكت. نشوف اذا اخذنا الفكتور اي، كأنه الفكتور اي متكون من 2ax زائد 4ay ناقص 3az. الفكتور B هو AX ناقصا AY. نلاحظ بالفكتور B لا وجود للكومبوننت Z، ما معناها قيمتها تساوي صفر. المطلوب في هذا المثال أن نجد A dot B و A cross B. A dot B مثل ما قلنا قبل شوية حاصل ضرب الكومبوننت اللي هي بالX زائد الكومبوننت حاصل ضرب كومبوننت الY زائدا حاصل ضرب الكومبوننت اللي هي باتجاه الزيت. نشوف انه ال A dot B يساوي 2 في 1 اللي هي الكومبوننت مال X، زائدا 4 في ناقص 1 هي الكومبوننت مال Y، زائدا ناقص 3 في 0، لانه بال B الكومبوننت مال الزيت هي تساوي 0، اذا تساوي ناقص 2. نلاحظ انه A dot B فقط قيمة، فقط قيمة، لا وجود الاتجاه هنا، ملاحظة مهمة. من نجي على A كروس B ونحلها باتجاه المصفوفة، نرتب الصف الأول AX AY AZ.
نجي على الصف الثاني، اثنين أربعة ناقص ثلاثة. هذه شنو؟ هاي اللي خاصة عندنا بالكمبونيت مال الـ A اللي هي AX AY AZ. نجي على الكمبونيت مال B، واحد ناقص واحد زيرو. حلنا لهذه المصفوفة مثل ما قلنا قبل شوية، حل مصفوفة اعتيادية، من ناخذ AX كأنه صير عندنا أربعة مضروبة بصفر ناقصا، نفتح قوس ناقص واحد في ناقص ثلاثة، وبالتالي تطلع عندنا ناقص ثلاثة باتجاه الـ AX. وناخذ الحد الثاني لـ AY نفس الحالة، صير ناقص ثلاثة AY ناقص ستة AZ. نلاحظ الـ A كروس B طلعت عندنا اتجاهات بالـ X وبالـ Y وبالـ Z. نقارن ما بين الـ A دوت B والـ A كروس B، نلاحظ أنه الـ A دوت B فقط قيمة، لكن الـ A كروس B بيها متجه. قبل شوي ذكرنا أنه ليست الكارتيزيان كوردينيت هي فقط من التعامل فيها، لكن نتعامل مع احداثيات اخرى، نتعامل مع احداثيات اخرى في دراستنا. نشوف انه في دراستنا راح نشوف الكارتيزيان اللي تعرفنا عليها قبل شوية، اللي هي X Y Z. إذن ممكن أي نقطة نقدر نحددها بهاي الأحداثيات. بالسلندريكال الأحداثيات مالتنا راح تكون بالشكل التالي، إنه R R Phi Z. بعدين الأحداثيات الأخيرة هي سفيريكال، R Theta Phi R Theta Phi. طبعا توجد عدد من التحويلات بيناتهن، ممكن نتعرف عليها لاحقا. بالمناسبة AX كروس AY يساوي AZ، AR كروس AY يساوي AZ، AR كروس A ثيتا يساوي AY بالأحداثيات الثالثة اللي هي سبري. نأخذ مثال بسيط، انه find the vector A directed from the point 2 minus 4 1. اذا ال x 2 ال y ناقص 4 z 1 الى النقطة الثانية اللي هي 0 minus 2 0 اللي هي ال x 0 ال y ناقص 2 ال z 0. in cartesian coordinate and find the unit vector along A. طبعا اذا نطلع انه قيمة الفكتر هذا اللي راح نسميه الـA، فنقول 0 minus 2 باتجاه الـ AX زائد ناقص 2 ناقص ناقص 4 اللي بيناتهم طرح ناقص ناقص باتجاه الـ AY زائد 0 minus 1 باتجاه الـ A. إذن ويساوي ناقص 2 AX زائد 2 AY ناقص AZ. إذن دائما أخذنا أحداثيات النقطة الثانية ناقص احداثيات النقطة الأولى لأنه ايش قال لنا؟ قال لنا الفيكتور دايركتد فروم هاي تو هاي، يعني من هاي النقطة اللي هي 2 ناقص 4 وينتهي بالصفر ناقص 2 صفر. احنا نقول دائما نقطة النهاية اللي هي صفر ناقص 2 صفر، وعندنا نقطة البداية 2 ناقص 4 بواحد، فنقول 0 ناقص 2 باتجاه الـ AX ناقص 2 ناقص ناقص 4 باتجاه الـ AY 0 ناقص 1 باتجاه الـ AZ. يطلع أن هذا الفكتور ناقص 2 AX زائد 2 AY ناقص AZ. نريد نجي ناخذ الـ Absolute Value، ناخذ القيم تربيع، قيم تربيع، فنقول ناقص 2 الكل تربيع زائد 2 الكل تربيع ناقص 1 الكل تربيع. إذن الـ A تربيع هنا الـ Absolute Value مالتنا يساوي 9 والـ A يساوي 3. إذن الـ Absolute Value للـ Vector A يساوي 3. ما نريد نوجد الـ Unit Vector في
في هذه الحالة نقول الفيكتر هاي الابسوليوت فاليو للفيكتر. الفيكتر احنا قبل شوية طلعناه ناقص 2 اي اكس زائد 2 اي واي ناقص اي زد نقسم على 3 فيطلع اليونت فيكتر للفيكتر اي يساوي ماينس 2 على 3 باتجاه الاكس زائد 2 على 3 باتجاه الاي واي ناقص 1 على 3 باتجاه الاي زد. شوف المثال الثاني. المثال الثاني find the distance between النقطة 5 3 by over 2 0 عند النقطة الثانية 5 by over 2 10 in cylindrical coordinate. find in cylindrical coordinate. first obtain the Cartesian position vector A and B. نلاحظ ان الرسم انه النقطة الاولى اللي حددها 5 3 by over 2 0 مكانها واضح. نحدد النقطة الثانية اللي هي 5 باي اوفر 2 بتين ايضا مكانها واضح. اذا بدنا نطلع البي ماينس اي فيكون 10 اي واي زائدا 10 اي زد 10 اي واي ناقصا 10 اي زد. نريد نطلع هسه الابسولوت فاليو مال بي ناقص اي تساوي 10 جذر 2 10 جذر 2. مثال اخر نريد نشوف عندنا فيكتورين اي وبي نريد نعرف هل انه الاي والبي هذول بيربنديكولار يعني متعامدين. شوف انه هاي ملاحظه سينس ذا توتال برودكت كونتين كوساين ثيتا. اذا احنا بما انه بالدوت برودكت قلنا اي بي يساوي لي الابسولوت فاليو مال اي الابسولوت فاليو مال بي كوساين ثيتا راح نشوف انه اذا ضربنا الاي والبي دوت برودكت هل يطلع لنا صفر. اذا طلع لنا صفر ما معناه ان دول متعامدين. فنشوف انه الاي دوت بي ناخذ الاربعة في واحد لانه الكومبوننت مال اكس زائدا ناقص 2 في 4 كومبوننت مال واي زائدا ناقص 1 في ناقص 4. نلاحظ دول حاصل جمعهم يساوي 0. بما انه يساوي 0 ما معناها انه دول الزاوية تساوي 90 هم بيربنديكولار. شوف هذا المثال الاخر given a to c يساوي 2ax زائد 4y 4ay زائد and b يساوي 6 اي واي ناقصا 4 اي زد. نلاحظ بالفيكتور اي لا وجود للكومبوننت زد وايضا بالفيكتور بي لا وجود للكومبوننت واي. ممكن تكون قيمهم ذولا صفر بصفر فعلا هم صفر بصفر. find the smallest angle between them using a cross product او dot product. نلاحظ انه اي كروس بي نسوي المصفوفه مالتنا اي اكس اي واي اي زد 2 4 0 0 6 ناقص 4 الناتج مالته ناقص 16 اي اكس زائد 8 اي واي زائد 12 اي زد. نطلع الابسولوت فاليو مال اي تحت الجذر يساوي 4.47. نطلع الابسولوت فاليو مال بي ويساوي 7.21. اي كروس بي نطلعها القيمه مالتها طلعناها قبل شوية من المصفوفة ناقص 16 زائد عفوا ناقص 16 اي اكس زائد 8 اي واي زائد 12 اي زد. فنشوف انه تحت الجذر ناقص 16 تربيع زائد 8 تربيع زائد 12 تربيع يساوي 21.54. بما انه عندنا اي كروس بي ابسولوت فاليو يساوي الابسولوت فاليو لاي مضروب الابسولوت فاليو لبي ساين ثيتا. إذا ساين ثيتا يساوي 21.54 على حاصل ضرب 4.47 multiplied by 7.21 يساوي 0.668 or ثيتا تساوي 41.9 degree. ما معناه أنه بما أنه الساين موجب فإنه الزاوية في الربع الأول الزاوية في الربع الأول. طبعا لازم نطلع احنا الكروس
برودكت والدوت برودكت حتى نعرف الزاوية وين مكانها بالضبط، لأنه ساعدنا الساين إذا نأخذ الأي دوت بي، الأي دوت بي 2 في 0 زائد 4 في 6 زائد 0 في ناقص 4 يساوي 24. كوساين ثيتا هي أي دوت بي على الأبسلوت فاليو لأي في الأبسلوت فاليو لبي ويساوي 0.745. إذن الزاوية بما أن هنا عندي الكوساين والساين اثنيناتهم طلعوا موجبين، ما معناها إحنا نشتق بربع الأول، إذن ثيتا تساوي 41.9 وراح تتطابق ويا الزاوية الأولى. إذا طلعت الزاوية في غير ربع نمشي على الساين والكوساين حتى نحدد موقعها. شوف هذا المثال الآخر، إنه عندي given f يساوي تحت قوس y ناقص 1 في اتجاه x زائد 2x ay. find the vector at 2, 2, 1 and its position مسقط ماله on b where b يساوي لي 5x ناقص ay زائد 2az. بالبداية ناخذ الدالة مالتنا اللي هي f ونعوض بالقيم مالتنا اللي هي y ناقص 1 بالاي اكس زائد 2x اي واي. نلاحظ انه عندنا نقاط هي 2 2 1، فنعوض بالقيم يطلع لي 2 ناقص 1 باتجاه الاي اكس زائد 2 في 2 باتجاه الاي واي ويساوي لي اي اكس زائد 4 اي واي. نريد نوجد المسقط بروجكشن اي اون بي، اذا ما معناها انه نطلع الاي دوت بي مقسومه على الابسولوت فاليو لبي. اذا اي دوت بي نضرب 1 في 5 زائد 4 في ناقص 1 زائد 0 في 2 على الابسولوت فاليو اللي بي اللي طلعنا قيمتها جذر 30 ويساوي 1 على جذر 30. وهكذا في بقيه حل المسائل اللي هي عندنا موجوده، شلون نطلع الاي كروس بي او اي كروس بي كروس سي وهكذا كما موجود في الامثله. شكرا لاستماعكم.